نرجع في متابعة أيضا لشأن ثقافي بجهة المنستير، وقاع ديفيلي دو مود، يعني عرض موضة جميل جدا، شكروه الناس اللي حضرت فيه الجمعة الفارت مع ضيفتنا، أو هي المصممة متاع الأزياء اللي عرضت يوم الجمعة 28 ديسمبر في تور الفلاز، مدام هادية الطيف. مرحبا بك. مرحبا بكم. زيد قرب لي. مرحبا بكم هادية الطيف. خياطة في المستير، عندي توا 35 سنة تبارك الله. 35 سنة كنت نخيط هكا وكل شيء، ومن بعد قلت علاش ليه الإنسان ما معناه ما يخممش شي حاجة باش يعملها في نطاق أوسع وكل شيء، زدت يعرف خدمته وتعرفوا الناس وكل شيء، حاولت معناها باش نعمل ديفيلي خاص. أنا كانت لي تجربة قبل باش نعمل باش ندخل مع جمعية وقدمت ديفيلي، يحتمل هذيك الحاجة اللي خلتني نتشجع باش نعمل حاجة وحدي أنا. باهي، انت التصميمات هذوما قلت لي 20 تصميم اللي تم عرضه. باهي، التصميمات هذه قداش قعدت تخدم فيهم انت؟ عندي توا تقريبا 4 شهور. باهي، 4 شهور تخدم. 4 شهور وانا نحضر فيهم معناها، فهمت؟ يعني الفكره نتاع التصميم نتاعك انت من الاول للاخر انت؟ من الاول للاخر، من الاول للاخر بنتي دخلت معايا في الاكسسوارات، خاطر كلها داخل فيها اكسسوار الخدمه معناها هي معناها كرياسيون تاعي. ايه؟ وبنتي كانت تعمل في الاكسسوار، هي تخدم في الاكسسوار، فهمت؟ تشوف الخدمه مشكله معناها، فهمت؟ خياطه واكسسوار. باهي، فهمت؟ باهي، انت مدام هادي علاش ما خممتش من قبل معناها انك تعمل عرض للحاجات اللي قاعده تخيط فيهم؟ لانه فيهم برشا ابداع وفيهم برشا جمال، الازياء اللي كنا نشوفوا فيهم يعني مزيانين حلوين برشا، علاش مش من قبل خممت في هذا؟ والله يا كيكا 35 عام كاملين تجربه. نعم، ورغم اللي الخياطه بالنسبه لي انا موهبه، حاجه نعشقها، حاجه نحبها، فهمت؟ وهكيك الله غالب. باهي، اون توكا ميو فوتار كو جامي، معناها ما فماش حاجه تمنع. تشوف برشا حاجات معناها ما نقولش اقل، لكن معناها برشا عباد معناها يعرضوا في حاجات انا نشوف روحي نخدم خير منهم، كيفهم ونجم نخدم خير منهم، قلت علاش لا؟ راهو على فكره مدام، وهذا مهم جدا سيده هاديه، راهو الا العصاميين اللي تكونوا رواحهم برواحهم كيف يصنعوا حاجة في معظم الأحيان تكون أحسن خلق وأحسن ابتكار وأحسن جمال وإبداع من الناس اللي قرأت هذيك قراية، وهذا مش تقليل من شأن اللي درسوا الموضة ولا درسوا الاختصاص هذا، إلا أنه خاصة الاختصاص نتاع التصميم راهو ما عندوش علاقة كبيرة بالمستوى انك قريت تصميمات او قريت موديليزم، معناها تنجم انت بالخبرة والتجربة نتاعك والخلق والابتكار نتاعك تخرج حاجة مزيانة برشا اكثر من برشا ناس مختصين في الميدان هذا. والله كنت قبل انا نقرا في الليسي، وكنت ديما خمم في حاجة اسمها رسمك الحاجه هذيك، كيفاش نجم نبدع قماش معناها نقعد بيتا، كيفاش قماش عادي يخرجوا منه حاجه، فهمت؟ يعني موهبه من قبل. موهبه من قبل، حتى بعد قلت لازمني معناها نحي القرايه ونتجه للحاجه هذيك. خليت خاص في تونس، وبعد بديت بشويه كما قلت انت نكون في نفسي معناها ديما نتسائل بيني وبين نفسي، الحاجه هذيك كيفاش تتعمل لك، الحاجه هذيك كيفاش تتعمل لك، راه حاجه مزيانه ديما تخليني نخمم ونقول كيفاش تعملت، محلاها كما ماذا بيا نعمل خير منها، ماذا بيا نعمل كيفها، حتى بشويه. باهي، مصطفى نخلي لك الكلمه، يعني اصيله مدينه المنستير لاول مره تعمل عرض في مدينه المنستير ايضا في التور نتاع الفلاز، تستحق كل الدعم للامانه والتشجيع. الازياء تشوفوها معنا في المباشر ازياء رائعه، 20 تصميم تبارك الله، معناها حتى العدد محترم جدا كاول عرض يكون عندك 20 تصميم، هذا ممتاز، يعني عدد مشرف. عندكش ساعه دي بروجيكسيون قبل نعطي كلمه لزميلي مصطفى، عندكش في المستقبل عندك شي مشروع نتاع تصميمات اخرين باش تعرضهم، باش تعمل عرض ازياء اخر؟ ان شاء الله بقدرة ربي قاعده نخمم توا، خاطر ديما خممت بوتيتر ظلمت عمر معين، هي المراه اللي تكون من 35 الفوق، خممت توا باش نعمل حاجات خاصه ليها هي وحاجات خاصه بالنسبه للمتحجبات زاده، فهمت؟ قلت تكون حاجه هكا شكلها ما بين منا ومن. باهي مصطفى، نخلي لك انت الكلمه الختاميه، يعني باش نعطيك تلخيص، هي عملت عرض ازياء لاول مره في مدينه المنستير، عملت قبل تجربه قبلها باسبوع في تونس تقريبا مع جمعيه، قلت لي جمعيه، شو اسمها الجمعيه؟ هي الجمعيه اسمها تهتم التغيير،
انا التغيير باهي، حتى الاسم نتاعها حلو معناها فيه انوفاسيون. انت مدام تو ما تستحقش باش تعمل جمعيه على كل حال، يعني ماكش مطالبه انك تعمل جمعيه باش تعرض الازياء نتاعك، يعني تنجم الامكانيات موجوده وهتن ان شاء الله تكون بكونتاكت مع المندوبيه نتاع الثقافه، المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه والمختصين في الشان هذا، اتو يقولوا لك كيفاش الاعداد لعرض ازياء مفردك وحدك تعملوا. وتنجم تعملوا ايضا بالشراكه مع جمعيات اخرى، جمعيات فنيه موجوده في المنستير وعندنا عديد الجمعيات الفنيه، ما نجمو كان يشجعوك لانه احنا مع الابداع. خليني متحمسه باش نخير باش تعطي مخير. فوالا فوالا مصطفى خليل الكلمه. يعطيك الصحه عبد السلام، مرحبا بك مدام هادي. هنا الكلمه الاولى اللي احنا شفنا في المهرجانات في خاصه في المندوبيه الجهوية والثقافة المنستير، الفنانات العصاميات والأديبات العصاميات والرسامات العصاماتيات، لما لا؟ يعني مدام هادية أي مصممات تكون هي بادرة طيبة جدا. ثاني حاجة يعني الفلاتات هذوما، علاش أنت عبد السلام ركزت برشا مع كلمتك اللي خرجت من المدرسة التقليدية للموضة والحرف، هي عندها أن بلوس اللي هي عصامية، يعني مبدأ الحرية موجود، ما قراتوش يعني التصميم اللي المدرس هو اللي يعطيها شيما باش يلزمها تطبقه ويحاسبها على التطبيق هذاك، ما يعطيهاش النسبه نتاع الحريه نتاعها واللمسه نتاعها الابداعيه، يعني هذا هي تجاوزته، فما حريه فما رؤيه فما مطابقه للطبيعه، وخاصه انها امراه تشوف الجمال من يعني من رؤيه انثويه بحته. المثال هذايا يعني ندعو بخلاف المندوبيه الجهويه للثقافه، المندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه، يعني نحن لهنا في فتره ليس ببعيده في افريل نتصور اليوم الوطني العيد اللباس التقليدي، يعني دعوه لهنا المندوبيه للصناعه التقليديه للحرف، لما لا مدام هادي يمكنوهم بطاقه احتراف باش تنشر الموهبه نتاعها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الخارجي، خاطر احببنا او كرهنا يعني المجال الوطني مفتوح لكل الفنانات وحتى في الخارج، يعني واكبنا برشا نشاطات اللي مرأة تونسية بالحق يجري وراها، مرأة تونسية يحبوا يشوفوا اللبسة التونسية التقليدية وجهة الساحة تسخر، يعني على مرأة ومسمع الجميع. احنا عندنا عدة مناطق ولينا متسمين كما منطقة حمامات عند اللبس التقليدي نتاعها، جربة، صفاقس، تونس، نابل، حتى في المستير كل المدن وكل المعتمديات في المستير عندنا كل معتمديه وكل يعني عندها هويه لبس صحيح، يعني تقول لك هذه لا لبسه هلاليه، هذه لبسه من موكرين، هذه لبسه من مردنين، هذه لبسه من منستير. الجمعيات الموجوده ان شاء الله يعني تكتشف الموهبه هذه كما احنا اكتشفناها. المجال يبقى لك انت مدام هاله، يعني افتح ايديك للجميع وهبط تصاورك على الفيسبوك ونتصور اللي الناس كل كي باش تفرح بالموهبه هذيا، ما نقولش موهبه صاعده صاعده، لا هي عندها 35 سنه، يعني فما الخبره فما الاحتراف، يعني مور حتى البرودوي لي مور، معناها كي خرج بعد السنوات هذيا كلها معناها ان برودوي بيان. وان شاء الله فناناتنا اللي هما يلبسوا شطر لبسه وكل يهتموا باللبسات هذوما، خاطر مهما يكون اللباس التقليدي هو عنوان الاصاله ويبدا برنوس مزيان ولبسه تقليديه تونسيه مزيان، وخاصه عجبتني اخر فكره قريتها اللي باش تمشي الاستفساري صحيح، خاصه 30 سنه فما فوق 60 سنه نتصور فما كلمسه الابداعيه، والاجانب خاصه يحبوا برشا القفه التونسيه ويحبوا البلغه التونسيه واللباس صحيح، يعني اللباس التقليدي وكشاشيه نزيدوها نجمه ونزيدوها يعني الهويه التونسيه الاصيله ان شاء الله على الإشاعة الوطني وخاصة الإشاعة على الصعيد العالمي. نصور وزارة الثقافة على رأسها لهنا الممثل نتاعها المندوب الجهوي للثقافة، كيشوف اللمسات الإبداعية هذه منجم كان يدعمك ويقول لك جزيل الشكر وإن شاء الله ربي يسهل لك كما أفضل. جوست حاجة بركة للتذكير، أنا عندي بطاقة حرفية، عملت امتحان في الصناعة التقليدية ومشيت استدعيت سي كاظم المصمودي وحضر لك في العرض الأخير وفرح لي برشا وحضر وزاد شجعني وقال لي لازم معناها في كل فما حاجة لازم
تشارك فيها. باهي، دونك انت لهنا مدام عليك كان تعمل مزيد التصميمات في المستقبل القريب، وان شاء الله نعملوا لك ديفيلي حلو برشا في المستير، ويكون عنده اشعاع معناها على نطاق وطني مش جهوي، لانه الانطلاقه الحقيقيه تكون من المحل محليا، معناها مش تجي انت عندك 35 عام تخدم عملت عرض بركه باش تخرج تعمل عرض في تونس باش تشاع كما تشاع في بلادك، معناها دونك يلزمك تخرج من هنا، يلزمك تعمل عروض كبرى في جهه المنستير، ومن بعد تنطلق الى الساحل، تنطلق الى تونس الكبرى. بوركوا با التصميمات نتاعك علاش لا، اذا كانها عندها لاقيه قبول ولاقيه سكسي بالتوانسه ينجم يكون حتى يصدر الى الخارج يعني، ما وهذا كله بالطبع هذا كله رهن عمل دؤوب. تبارك الله عندك 35 عام، ماكش جديده في الميدان هذا، معناها تنجم تعطي البلوس، تنجم تزيد تعطي حتى اكثر من التصميمات اللي عملتهم. ان شاء الله بالتوفيق في المسيره القادمه نتاعك. ان شاء الله عبد السامع اخر كلمه، نحب نستغل الفرصه هذه ان شاء الله يعني من الفنانات نتاعنا خاصه الشهيرات ان شاء الله يسمعونا ويواكبوا اللحظه الفنيه هذه، وان شاء الله يتبنوك يعني حتى كي تلبسهم بلاش بالطبيعه بالشرف يعني باشا فنانات اللي هما ولات جديد الموضه الجديده اللي هما يحبوا يلبسوا الحاجات التقليديه التونسيه ويشهروها كما يشهروا الملف التونسي والفن التونسي. ان شاء الله يكونوا من الفنانات اللي يواكبوا منهم زاد، فما شكون منهم يستروا رواحهم زاد، معناها في اداره الدعابه معناها منهم يستروا رواحهم يبدلوا اللون يستروا رواحهم شوي. اتاكد اللي يسمعوا فينا من الفنانات التونسيات الاصيلات خاصه يحبوا يلبسوا تونسي وتونسي تونسي اصيل. ان شاء الله يعطيك الصحه مصطفى، شكرا سيدة هادية، إن شاء الله في مواعيد قادمة يعيشك من غير حتى مزية. هكا نكون وصلنا لختام هذا الجزء، تبقى لنا فقط روبريك سبور الفقرة الرياضية مع زميلنا محمد بالقاسم ومصطفى بكير. شكرا. ألف ليلة، ألف ليلة، ألف ليلة.